يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك سيد ثري. أقام هالسيد الثري عشاء كتير كبير ودعا إليه كل أفراد مدينته يلي كانوا بيشتغلوا في كرمه وعطاؤه. وقد أعد هالسيد مفاجأة لم يفصح عنها خلال العشاء. وعندما اقتربت الساعة اجتمع الناس في ساحة القصر، ولكن لم يكن أحد مستعدا للدخول، حيث دارت في عقول الجميع تساؤلات عديدة وأخذوا يتحدثون فيما بينهم. فقال أحد: لا شك أن السيد قد جمعنا اليوم في القصر حتى يقبض علينا ويسجننا، لأنه ربما قصرنا في عملنا دون أن ندرك، أو سرق أحدنا شيئا صغيرا. بينما قال آخر أن السيد شديد الحرص على أمواله، فهو بالتأكيد سوف يطالبنا بديوننا يلي نحن عاجزون عن تسديدها، وهيدي فرصة سانحة أمامه ليقوم بذلك لأنه مجمعهم كلهم سوا. اقترب شخص آخر من الجمع وقال: لا شك أن السيد سوف يلزمنا بفوائد وضرائب غالية الثمن، بيلزمنا أنه ندفعهم بالآخر. وما هالدعوة سوى تغطية على نيته السيئة، يعني أنه الشخص رح في 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 شيء يعني سيء جاي من وراء هالجمع. وبهالطريقة بدأ الجميع ينسحب شيئا فشيئا من أمام القصر رافضا دعوة العشاء، وراح البعض الآخر ينتظر في الخارج متشككا بنية هالرجل وهدفه من وراء هالدعوة. إلا شاب واحد فقط كان يستمع في صمت وهدوء إلى حديث هؤلاء الأشخاص دون أن يعقب عليه، على الرغم من عدم موافقته لشكوك وسوء ظن. فصمم هالشاب على الدخول لتلبية دعوة العشاء وتجاهل نظرات الآخرين الموجهة إليه. كلهم قرروا أنه ينسحبوا أو ما يدخلوا على القصر، خافوا لكبرك جاي يفرض ضرائب، حدا سارق شيء بده يحاسبنا على شيء، شو بدنا بهالشغلة. وقد كانت المفاجأة الكبرى عندما دقت ساعة العشاء وأقفل باب القصر وعاد الجميع إلى منازلهم، إلا هالشاب يلي قرر الدخول، يعني ما عجبوا شو كانوا عم يحكوا، فقرر الدخول إلى العشاء، فحظي بوجبة عشاء. وكانت المفاجأة يلي خبأها هالرجل الثري واللي أعلن في نهاية العشاء، وهي الإعفاء النهائي عن كل ديون والضرائب، وكان ذلك من كرم وجود هالرجل. فخرج الشاب هيدا خرج سعيد وفرح لأنه أحسن الظن بهالرجل يلي دعاهن على العشاء، فيما الباقي رجع بخيبة أمل لأنه كلهم أساءوا الظن فيه. فالواحد نحن دايما بحياتنا للأسف دايما بنحسب، أكيد في شيء مش أكيد، دايما بنحط الأشياء السيئة خاصة، وأحيانا بيكون الناس عم تقدم لنا كل الخير بس تقول لا في شيء براسه، يمكن لا يمكن بده شيء، لا يمكن، يعني في كتير ناس منا للأسف بتحط السيء قبل الجيد، وهذا الشيء كتير غلط. العبرة من هالقصة أنه الإنسان يحسن الظن بالآخرين، قد يفاجأ بالأشياء اللي هن رح يقدموا له إياها بنهاية المطاف، وأنه اللي حطه براسه هو كله غلط. ويا ما نحن قلنا لا ما رح يجي، لا ما بتزبط معي، لا لا لا، دايما نحن لا نحسن الظن بكتير من الأشياء حتى بحياتنا اليومية، ولكن بالآخر نحن نتكافأ بشيء كتير كبير، فمنعزي بحالنا على الفاضي إنه منحط شكوك براسنا لا أكثر ولا أقل.